هاي في مواصلة لمحاضرات البودي فلويدز، هنتكلم هنا في المحاضرة دي عن الأمينوتيك فلويد أو السائل الأمينوني. أمينوتيك فلويد، what is amniotic fluid؟ هو طبعا surrounding fluid بيحيطلي بالجنين في الرحم، بوفر له بيئة معينة أو بيحفظ لي الجنين في الرحم، بيكون السائل ده محيط بالجنين. إذا هو عبارة عن protective fluid surrounding the fetus needle aspiration termite amino synthesis. هو بنعمل له collection عن طريق needle aspiration، يعني نعمل aspiration عن طريق حقنة متدخلة لحد ما تصل السائل بتاع الأمينوتيك فلويد ده اللي هو surrounding للفيتاس، ونعمل aspiration، والعملية دي بنسميها بالأمينو synthesis، طريقة الكولكشن بتاعت الأمينوتيك فلويد. الأمينوتيك فلويد is the most or mostly used for genetic studies but may be used to check for bilirubin, fetal bleeding, infection, fetal lung maturity or meconium. وهي عبارة عن dark green fetal intestinal secretions. إذن الأمينوتيك فلويد دي reasons for analysis، ليه بنعمل analysis؟ بنشيل السائل الأمينوني ده وبنعمل فيه بعض التحاليل الخاصة بالجينيتيك studies، الدراسات الجينية أو التغيرات الجينية ممكن تحصل في الجنين داخل الرحم، وبرضه بنعمل له تشيك للمشاكل الخاصة بالهيماتولوجيكال disorder بتاعت الريزوس فاكتور والانكومباتيبيليتي، والمشاكل بتعمل لي ديستركشن للار بي سيز في اقل من 120 يوم وتؤدي الى هايبر بايليروميا. اذا برضه بنشيل نعمل فيه ميجرمنت للبايليروبين، وبنشوف برضه فيه اذا في فيتال بليدنج نزيف او في انفكشن للجنين داخل الرحم ولا فيتال لانج ماتيوريتي. بنشوف معدل نمو الرئه او معدل النضوج بتاعت الرئه بتاعت الطفل قبل الولادة، وبنشوف بعد ذاك الميكونيوم، وهذه الإفرازات اللي بتطلع من الطفل بيحصل لها سيكريشن في الأمينوتيك فلويدز اللي هي dark green fetal intestinal secretions. contain that the large amount associated with meconium aspiration syndrome، يعني بنشيل الفضلات بتاعته دي اللي هي بنلاقاها في الميكونيوم دي ونعمل لها analysis، وبتدينا برضه لو في disorder associated with fetus abnormality. Differentiation of the presence of blood vials bilirubin can be achieved by measuring of increased absorbance at 410 nanometer bilirubin and 450 nanometer hemoglobin. عشان نفرق المشاكل بتاعت الهيموريج ديسوردر او في مشاكل بتاعت هيموريج او بايليروبين جونديس، فعشان نفرق بين البايليروبين او الهيموريج او الهيموليسيس بتاع الـ RBCs الموجود في الأمينوتيك فلويد، فبنشيل العينة من الفلويد ده وبنقراها في الكلوروميتر في فلتر أو في السبكتروفوتوميتر في فلتر 410، وبنقراها برضو في السبكتروفوتوميتر في فلتر 450. في 410 بنلقى أعلى بيك بتاع أبزوربنس، إذا ده مؤشر لبايلوروبين. إذا السائل الأمينوني ده قرالي أعلى أبزوربنس في ويف لينكس 450 ده مؤشر لهيموغلوبين، معناتها في فيتال هيموري. اذا انا ممكن اشيل عينه مباشره من الامينوتيك فلويد في كيوفيت واقراها في السبكتروفوتوميتر عشان افرق انه اللون الاب نورمال في الامينوتيك فلويد ده سببه جونديس غرغان بايليروبين ولا ناتج نتيجه لهيموري نزيف في الرحم، فبقوم بشيل السائل الامونيوم ده ما علي الا اقراه بس مباشره في فلتر 410. اذا قرا لي اعلى ابزوربنس في فلتر 410 معناتها ده بايليروبين، اذا قرا لي اعلى ابزوربنس في فلتر 450 معناتها اللون ده ناتج نتيجه لفري هيموجلوبين او نتيجه لهيموريج. ليفل اوف فوسفوليبيدز فوسفيدايل كولين او بنسميها باللوتين فوسفيدايل جليسرول which will increase as the fetus lungs maturity. في بعض الفوسفوليبيدز عندها اهميه في الميجرمنت في السائل الأموني ده، فلو قلت زي الفسفيدايل كولين دي نوع من الفوسفوليبيد أو الفسفيدايل جليسرول، إذا قست الكونسنتريشن بتاعهم ده مهم جدا، كل ما زاد الكونسنتريشن بتاع الفوسفوليبيد دي كل ما معناته الطفل ده الرئة حقته ماشية في نمو جيد، وإذا قلت من النورمال معناته في ديفكت في النمو بتاعت الرئة بتاع الطفل. طيب أمينوتيك فلويد الأسباب أنا بعمل عليها أناليسيس أو ليه بعمل أناليسيس لأمينوتيك فلويد،
اشوف الفيتال ويل بيجين، يعني اشوف الطفل صحي جيد، النمو بتاعه جيد ما في مشاكل، واشوف الفيتال لانك ماتوريتي، اشوف معدل نمو الرئه حقته هل وصلت للماتوريتي اللي هي تكون نورمال. طيب فيتال لانك ماتوريتي تيست، بنعمل ياتو تيست للفيتال لانك ماتوريتي عشان نتاكد من الرئه حقته نمو جيد. بنشوف الليوسين والسفينجومايلين، وقلت ده عباره عن فوسفوليبيد، بشوف الريتشو بيناتهم من الليوسين والسفينجومايلين ريشو. ميجر ذا فوسفوليبيدز لليوسين ان سفينجومايلين تو اسيس ذا فيتال لانك ماتوريتي. إذا كانت الريشيو بين الليوسين والسفينجومايلين is more than 2 معناته هنا تمام جدا، الفيتال لانك ماتوريتي is usual mature معناته كويسة جدا تمام. وإذا كانت أقل من 2 الريشيو دي معناته في ديفكت في النمو بتاع اللانكس بتاعنا. طيب إذا كان more than 2 fetal lungs are usually mature. Diabetic mother phosphoglycerin must be present for fetal lung maturity. طيب اذا كل ما كانت النسبة اكثر من 2 كل ما كان افضل. بنيجي تاني نشوف الفوسفودايجليسرول، برضو بنقيسه، ده هو عبارة عن ليبيد كومبوننت اوف بلمونري سيرفاكتن اللي هو نوع من الليبيدز بيكون محيطة بالغشاء بتاع الرئة. Not usually detect until 35 weeks of gestation. ده الفحص ده بيتعمل الا لما يصل الحمل 35 اسبوع، بعد ذاك بنقيسه هتبدأ يظهر لي في الفحص بتاعنا. Absence does not rule out mature fetal lung. يعني زي لقيناه ما في أو absent براه لوحده ما بشخص لي الابنورمال أو الامature fetal lung. طيب عندنا تاني حاجة اسمها laminar body. اللامينار body برضه عبارة عن phospholipid بتشبه لي البليتلتس في الحجم بتاعه، بنلاقاه برضه في الامينوتيك فلويد، وبرضه بيشخص لي الفيتال لانك ماتوريتي. هي عباره عن سكريتد انتو ذا الفيرال ليومن اللي هي في الرئه من 20 ل 24 ويكس اوف جستيشنال. امينوتيك فلويد از انالايزد اون ذا اوتوماتيد انسترومنت باي يوزنج ذا بليتلت كاونت. لانه قلت اللامينار بودي دي عباره عن فوسفوليبيد بتشبه لي البليتلت، فممكن اقيسها بالسيل كاونتنج او بالهيمو counting the seismic أو بعملية counting للسيل، فبنحسبها في الجزء الخاص بالبليتلتس، بنديه سائل الأموني بنعمل اسبيريشن ونشوف الجزء الخاص بالبليتلتس وبيقرأ لك الكاونت تاع اللامينار بودي. من الأدفانتج بتاعت التست تاع اللامينار بودي أنه هو small sample volume، يعني كمية بسيطة من السامبل ممكن تكون enough للأناليسيس ده، وبتاخد لي short time round time يعني زمن التحليل زمنه قصير جدا وممكن لي low cost وان easy interpretation، من السهل انه نعمل interpretation للريزلت. طيب في other amniotic fluid testing، بعض الاول other testing بنعملها عشان نتأكد بقى من الفيتال ويل، بينزل الفا فيتو بروتين AFV وده increase associated with neural tube disorder such as spina bifida. يعني اذا لقيناه زايد في الفيتوس كتير اكتر من النورمال رينج، الالفا فيتو بروتين ده مؤشر لديفكت خطير جدا بيكون في السباينال كورد، هو الكورد ده بيكون فيه ديفكت في الكارتريج حقته، فبيحصل ليك لسي اس اف. حنشوف صوره بعد شويه في السلايد اللي بعدها بتوضح لي الديزيز بتاع السباينو بايفيدا ده، وده بيكون الالفا فيتو بروتين فيه هاي في الامينوتيك فلويد. بايلروبين، إذا لقينا البايلروبين هاي في الأمينوتيك فلويد معناته إنديكيشن لأبنورماليتيز بريك داون أوف آر بي سيز، وده دائما عنده علاقة بالريزوس فاكتور أو المشاكل بتاعت عدم التوافق في البلود جروب بين الأب والأم خاصة في الريزوس فاكتور. البايلروبين ريلايبل استيميتد of fetal red cell destruction due to maternal antibody أو تكونت antibody نتيجة لspecific antigen في RBCs. من الفحصات ممكن نعملها في البايلروبين في الكشف عن الابنورمال بايلروبين ممكن عندنا الفوما استابيليتي تيست والفلوريسنت بولارايزنج اسي. الجزء الخاص بالاسويت ده دقي بين زي ما ذكرنا خاص بالبودي فلويد بتاع الاسويت العرق دخلت معنا هنا أن increase sweat electrolyte sodium and chloride confirm diagnosis of cystic fibrosis اللي هو ده جبال كان ذكرناه في المحاضرة بتاعت السويد. طيب نحن هنا هنواصل في الأمينوتيك فلويد،
كده هكون خلص معانا الفحوصات اللي بنعملها في الامنيوتيك فلويد. طيب هنيجي للكاستريك فلويد اللي هو السائل اللي بنلقاه في المعده. كاستريك فلويد كولكشن از بيرفورمد باي نازل اور اورال ان انتيوبيشن، يعني بناخد العينه حقتنا او بنعمل كولكشن للسائل الموجود في الاستومك او في المعده حقتنا، بندخل تيوب عن طريق الماوس، بنعمل سكينج للسائل ده وبنعمل فيه انستجيشن، بنسميها بالنازل او الاورال انتيوبيشن. Analysis involve physical appearance, volume, titratable acidity and pH. يعني بنعمل فحوصات بتاعت شنو في الكاستريك فلويد، بنشوف الابيرانس شكله كيف والفوليوم، ونشوف الاسيديتي معدل الحموضة في السائل ده، ونشوف البي اتش. Most used of gastric analysis are for toxicology and for diagnosis of the Zellinger-Ollison syndrome. يعني بنشوفه دائما ناس التوكسيكولوجي، الناس اللي بياخدوا ادوية او بياخدوا حبوب مخدرة او كده، فبيقوم يشيلوا سائل من المعدة ويكشف عن المواد وتركيزها، تمام. وكذلك عنده برضو اهمية في الكاستريك فلويد في تشخيص مرض زولينجر اليسون، وده بيسبب قرحة في المعدة نتيجة للكاسترين هايبر سيكريشن اوف كاسترين، بيؤدي لهايبر سيكريشن اوف اتش سي ال، بيؤدي صح الحمض بتاع المعدة بيكون عالي جدا جدا. طيب نجي للبريطانيا الفلويد. بريطانيا فلويد هي عبارة عن clear pale yellow fluid containing between the parietal and vascular membrane in the peritoneum، أو بنسميها بالسيروس membrane that cover the wall of abdomen and pelvis. يعني هو ده سائل بتلاقي في البطن حوالين الجدار بتاع البطن، بعض المرات بيسموها بالاستزغة، سائل بيكون في البطن بيؤدي لانتفاخ البطن، بيسموه بالبريطانيا فلويد also called ascites fluid. Aspiration is termed peritonocentesis. يعني العملية بتاعت الكولكشن برضه عن طريق ميدل حقنة، بندخل في الجدار بتاع البطن لحد ما نصل السائل ونعمل له كولكشن، والعملية دي بسموها بالبريتونوسنتنسيس اللي هي aspiration of peritoneal fluid. Laboratory analysis بنعمل analysis في البريتونيال فلويد ده، includes cell count, gram stain, gross color examination on specific gravity. يعني بنعمل نفس الفحوصات اللي كان ذكرناها قبل في الفرق بين الترانسيوديت والاكسيوديت، عشان نعرف البريتونيال فلويد ده تكون نتيجه لاكسيوديت هو اكسيوديت ولا ترانسيوديت، نتيجه لباثولوجيكال ديسوردر ولا انفلاماتوري ديسوردر ولا سيبسيس، ولا نتيجه لليفر ديزيز، ولا هو ترانسيوديت نتيجه لاختلاف في الهيدروستاتيك براذر او الكونجستيف هارت فيري ادى لتكوين هذه الفلويد. طبعا البلورر and pericardial fluid، بلورر and pericardial fluid are found between vesicles of partial bellurer around the lung and pericardial around the heart membrane respectively. Both fluids are clear pale yellow. Aspiration of bellurer fluid اللي هو الشان من حوالين الرئة بنسميها بالثيروسنتنسيس، واللي بنشيله من البريكارديال بنسميه بالبريكارديوسنتنسيس الكولكشن. Laboratory analysis نفس اللي analysis عملناه اللي هي بنفرق لنا بين الترانسيوديت والاكسيوديت اللي هي في السيل كاونت وجرام ستين والكلر والسبيسيفيك جرافيتي والميجرمنت اوف بروتين. طيب عندنا في اخر سلايد دي هي فيها summary ده كل البودي فلويد، هنلقى عندنا هنا البودي فلويد والسورسز بيجي من وين، الابيرنس واللاب تيست بنعمل يعني انفستيجيشن، والكلينيكال سيجنفيكانس في اخر كولم كلها مؤشر لهذا النوع من الديزيز. ففي الجدول اللي فيه سامري لكل البودي فلويد اخذناها من ناحيه السورسز والابيرنس واللاب انفستيجيشن و ريليتد تو ويش تايب اوف ديسوردر. بكده بنكون خلصنا محاضرات البودي فلويد كلها.